النهارده عندنا في فقره الورشه راجل فنان عامل شنط حلوه قوي قوي قوي. وبعدين في حاجه بقى لفتت نظري في شغله من اول ما شفت الصور، البومه، حاجات كتيره في الشنط اللي هو عاملها عليها شكل البومه. على فكره انا بتفائل بالبومه، مشكلتي الوحيده معاها انها ما بتعشش في حته، بتعمل بالليل صوت بشع، بس هي كائن لطيف جدا عكس ما الناس يعني فاكره. النهارده كده نرحب بضيفنا لاول مره بيشرفنا وينورنا، استاذ بيتر ياني. وبيتر ياني طبعا مؤسس مشروع بيتر ياني لتصميم وصناعه المنتجات الجلديه. اهلا بيك. اهلا بيك. منور. نور. ربنا يشرف. بيتر، احكي لنا كده، انت اصلا دارس ايه؟ كنت بتشتغل ايه؟ وعملت المشروع ده ازاي؟ قصتك. اوكي، انا خريج تجاري انجلش. ابتديت الكارير بتاعي كله كان معظمه في شركه من شركات التليكوم الكبيره، يعني المالتي ناشونال. قعدت 18 سنه هناك، كانت فتره كبيره. وبعدين قررت ان انا اخرج بره عباءه الوظيفه وان انا افتح حاجه ليا تكون برايفت. فقررت ان انا كان الحاجه الكامل ما بيني وما بين البلد ان احنا عايزين نصدر. يعني احلى حاجه ممكن تحصل للواحد وللبلد كلها انك تجلب عمله صعبه، وانك انت لا خصوصا لو عندك منتج حاجه كويسه تقدر انك تشرف بيها البلد وتبقى متواجده. ففكرت بعد فتره ان انا، يعني حتى جت بالصدفه، يعني كنت بتمشى في مره كده في مكان مشهور بصناعه الجلود، فانا قلت ليه ما نعملش الصناعه العتيقه دي الاصيله في مصر، يعني من ايام القدماء المصريين، ليه ما نقعدش نطور ونجود فيها ونعمل تزاوج ما بين زي ما بيقولوا الاصاله والمعاصره، ان احنا نخلي نعمل منتجات مودرنايزد نفس الاصاله بتاعت زمان بس بالتاتش المعاصر حاليا. فقعدت 3 سنين اقعد اطور كل بيس وكل ديزاين وكل حاجه علشان تطلع بالشكل المميز اللي ممكن تكون موجوده فيه. ندمت ان انت سبت الوظيفه؟ لا خالص خالص. طيب، اصل في ناس كتير هتقول لك ايه دلوقتي؟ شغال في شركه عالميه وبيقبض كل شهر فلوس، وانت فاهم الفكر المصري. صح. ويسيب كل ده بعد 18 سنه، يعني معناه ان هو وصل لمركز كبير وتايتل بلا بلا بلا، وراح عمل هقولها لك بالبلدي كده، وراح اشتغل في الجلد والشنط. ده بالنسبه لكتير من الناس يقول لك ليه؟ اوكي، انا هقول لك على حاجه. قول لي سبب غير موضوع ان انت عايز تشجع الصناعه المصريه. ده شباب، السبب لطيف جدا ووطني جدا. تحقيق الذات نمره واحد. انا بالنسبه لي حتى لو الريتيرن بتاعي او المقابل المادي مش، يعني حتى لو في الاول مش زي ما كنت في شركه مالتي ناشونال، بس كبيره قوي عندي ان انا اسمي يبقى موجود على حاجه. ده قمه تحقيق الذات بالنسبه لي، تبقى حاجه انا اللي عاملها، حاجه زي ما بيقولوا ماي بيبي، حاجه انا فخور بيها. فدي لوحدها ده مجد معنوي، يعني مش لازم حاجه جد. ماديه او طب انت راجل بتشتغل في شركه كبيره، اكيد وانت نازل رايح الشغل كنت بتبقى عايز شنطه تحط فيها اللابتوب، حاجه تحط فيها الموبايل، بيبقى عندك سفريات كتيره عايز حاجه للسفر، بتتعامل كله حريمي. هقول لك ليه. ما عدا واحده تنفع الاثنين، يعني اللي وراك ماشي. لا، هو في الاول يعني وقت الكورونا والقصه دي كان في بوم كبير قوي في قصه الاونلاين، فابتديت اعمل ريسيرشز، اكتشفت ان البرشيزنج باور او القوه الشرائيه 80% منها ستات. فطبعا يعني ماركت مفتوح كبير جدا، ليه ما بقاش بارت منه؟ ممكن عندنا كمان الرجاله في مصر شويه منهم يقول لك لا انا ما اشيلش الشنطه دي للستات بس. في يعني فعلا جزء كبير في تفكيره فعلا. فانا قلت هبتدي بال 80% وليتر اون باذن الله بعد كده نبتدي بقى ندخل، يعني شغال على باذن الله الكولكشن رجالي تنزل. بس قلنا نتعلم الاول في الحاجات اللي طيب الكولكشن بتاعتك فيها حاجات مختلفه، فيها شنط شبابي تنفع يتروح بيها النادي الجامعه، فيها حاجات تنفع للسفر، فيها حاجات ممكن هقول المراه العمليه شويه تبقى نازله رايحه بيها الشغل، بس هقول كلها في الاخر حاجات كاجوال كلها للصبح. ده مقصود؟ لا، في حاجات قليله يمكن عشان السيزون دلوقتي احنا داخلين على اللي كان سبرينج والصيف وكده، بس لا الشتوي في حاجات جلود ممكن تبقى حاجات سواجهاتي، حاجات جلود تعبان. ما تبقاش كله صبح بس. هو في هنا فعلا حاجتين برضو اللي هم زي الليزر اللي فوق دول. دولت ينفعوا بالليل يعني او في اجتماعات او في حاجه فورمال شويه. هي البوينت ان انا بخاطب جميع الفئات المجتمعيه وجميع الفئات العمريه، فكل واحد او كل واحده هتلاقي ايا كان ذوقها في اي وقت، فتلاقي الذوق اللي هو يناسبها. طب ايه موضوع البومه؟
البومة أكيد في قصة. لا هو البومة في حد ذاتها كانت مظلومة، تحس إن دايما الناس بتتشائم منها وكده، بس الحمد لله أنا عن نفسي بحب شكلها، شكلها يعني إلى حد ما يعني أنت لو شفتها في الطبيعة تلاقيها حلو قوي، كيوت هي مشكلتها في صوتها أه، بس لا شكلها، وشكلها فني جدا، ارتستيك، يقدر يتعمل منها حاجات كتيرة جدا، غير إن هو دلوقتي وورلد وايد في العالم كله الاتجاه ناحية حاجات البومة، فبتطلع شكلها حلو جدا يعني، حتى تفاصيل وشها براسها والكلام ده كله بتطلع في الاخر شغل حلو، بتنفس شغل طب حلو قوي. الشغل ده كله جلد طبيعي؟ كله جلد طبيعي. طيب في حاجات مرسومه، الحاجات دي مرسومه طبعا يدويا، كله يدوي، اه، بالوان اللي هي بتاعت الجلد بالظبط. بتعمل بقى ايه؟ انت بتخلص الشنطه بتفنشها خالص وبعدين بيترسم عليها مين قبل التاني؟ هو على حسب، لان احنا يعني الشغل هنا في حاجات دق، في حاجات رسم، في حاجات تقطيع الجلد نفسه، مش حاجه ثابته، فعلى حسب الديزاين المصمم. بس في حاجات مثلا البينت اللي هي المرسومه دي، الشنطه بتتفنش تماما وبعد كده بيتم الرسم. في مثلا حاجات زي الشغل الفرعوني ده، هو ما اعرفش هيبان ولا لا، بس باين طبعا. اه ده حاجه اسمها تأبيب، دي الجلده نفسها بتدق، بتاخد ملامح الوش كلها بتبقى بارزه، وعامله 3 دي شويه كده. اه على ما هو ده تأبيب، ده من اصعب الشغل اللي هو يكون موجود، ممكن يكون موجود. ولو تسمح لي بقى، انا عايز اقول نقطه كبيره جدا، ان احنا عندنا الصناع والحرفيين على مرتبه عالميه، ما يقلوش جوده عن احسن ناس. لا هم احسن اه يعني ده بجد، يعني مش هزار. انا لان انا مؤخرا داخل المجال، يعني انا ما بقاليش اتخضيت. ما بقاليش سنتين ونص، بس بجد انا منبهر بالايد المصريه والحرفيين والموهبه اللي عند الناس، بجد حاجه تشرف يعني. يعني والتيم بتاعي انا فخور ان انا شغال معاهم، اللي فيه اللي بيرسم واللي بيدق واللي بيحرق، يعني بجد انا محظوظ ان انا اشتغل مع الناس دي، ومحظوظ ان الناس دي موجودين في مصر. طيب انا شايف حاجات زي ما قلنا مختلفه، انت بقى الناس دي اتعلمت منهم، ممكن تشتغل بايدك ولا لسه؟ بشتغل، بس طبعا لان انا المرحله، لان هي الهاند ميد عموما بتاخد وقت طويل جدا، يعني الشنطه ممكن تاخد لها 3 4 ايام علشان تطلع، يعني ده اقل حاجه. فطبعا لو انا اعتمدت على نفسي لا، فهيبقى قدامي سكه طويله جدا. في حاجات طبعا انا بتعلمها سبيشالي، ان انا مش متخصص في الحاجات دي، انا ابتديت انزل الورش والفلف هنا واشوف فيديوز للصناع بتشتغل ازاي، واقعد جنب كل واحد عشان طبعا لازم ابقى فاهم دي بتتعمل ازاي، وكميه المجهود والتعب بيحط فيها طبعا مجهود خرافي، حضرتك مش قادر تتخيل بيبقى المجهود عامل ازاي علشان كل بيس تطلع زي ما حضرتك شايفها. وممكن متنوع، اصل انت عندك حاجات الدق، شغل الدق، وعندك شغل الرسم بالظبط، وشغل الحرق وشغل اللقم يعني. وطبعا وارد جدا، حضرتك عارف العامل البشري، ممكن اي خطأ، فلو حصل خطأ فيها خلاص مش هقدر مش هقدر اطلع البيس، يعني في حاجات كتير جدا بيبقى الهادج بيبقى صحيح مش قليل عشان نطلع بالكواليتي دي. صحيح. طب ايه رايك نشوف فاصل؟ لا هنغني اغنيه، هنسمع اغنيه وبعديها فاصل ونرجع بقى، اقوم ايه اتجول كده معاك، واحنا نزلنا على الفيسبوك والانستجرام بتاعك كذا مره عشان برضو الناس ممكن تتواصل معاك جوه مصر او خارج مصر. خلونا هنسمع ايه؟ هنغني حاره السقايين. اه ميرسي جدا للمرحومه الست الشريفه فاضل، وبعديها نرجع لكم مره تانية مع بيتر ياني. خليكم على صحتكم. ما فيناش حورين يا كيكة، ما فيناش لف ودوران، ما بقاش في وقت يا روحي للشكوى والهجران، لك ماضي كله سوابق، في الحب ملكش أمان، وأنا عايزة حب حنين مش حب يودي لمان، انا عمري لا احب الخاين ولا احب الكذابين، ما تروحش تبيعي الميه في حارة السقايين. على مين على مين على مين على مين يا سيدي العارفين، على مين على مين على مين بتبيع الحب لمين، ان كنت جاي تغني روح اسأل قبل انا مين، ما تروحش تبيع الميه في حارة السقايين.
يا ملك في الحب ضحايا يحكوا عنك حكايات، بيقولوا انك بتقلب في الليلة سبع غنوات. يا ملك في الحب ضحايا يحكوا عنك حكايات، بيقولوا انك بتقلب في الليلة سبع غنوات، والغنوة الواحدة في الليلة تلحنها سبع مرات، وتروح تاني يوم وتقولها بدموع وحنين وقهار. إن كنت جاي تغني روح اسأل قبل أنا مين، ما تروحش تبيع المية بحارة السقايين، ما تروحش تبيع المية بحارة السقايين، ما تروحش تبيع المية بحارة السقايين. اوبا رجعنا لكم مره تانية وبنتفرج على شنط حلوه قوي، صناعه يدويه معموله بطرق مختلفه. ومره تانية برحب بضيفي النهارده استاذ بيتر ياني، مؤسس مشروع بيتر ياني لتصميم وصناعه المنتجات الجلديه. بص بقى، عايزينك في المرحله الجايه تعمل جاكيتات. اه فعلا شفت بقى، خلاص يعني شغال فيها يعني باذن الله، ستارتنج من الشهر. وانا هبقى اول زبون هشتري. ده شرف ليا. انا عايز بقى اقول لك هتشرط عليك يا خبر. عايز جاكيت؟ ها استنى خليك قاعد زي ما انت. بص بقى نستغل الضيوف شويه. ها طبعا البتاعه دي تجنن. انا عايز جاكيت الظهر بتاعها دي موجود. شفت هذا الشيء دي بتربط على كده. ها دي وسط وكتف، يعني ليها حزام للوسط والطويل. طبعا حريمي بس انا بجربها لكم يعني مش اكتر. ها عشان محدش وكده اهو. اه هات يا عم الحاج اهي. دي اول بومه معانا ده تجنن. طبعا هو الفينشنج بتاعه يتحدث عن نفسه يعني، وجايب احلى سوسات في الدنيا. طيب انت هتفضل قاعد وانا هفرج الناس ايه الحاجات. اوكي عندنا بومه نمبر 2 اهي. لا مش دي الثانيه اللي صح. ده الجلد المجزع ده ازاي كده؟ ده متلون؟ سوري ده يعني متلون يدوي. يدوي. كله يدوي. اوكي فان هو ايه قال لك حاطط اسمه على كل قطعه. اوكي وانا مبسوط من الموضوع ده قوي، بس عايزين نحط ميد ان ايجيبت جوه ممكن. اه الخطوه الجايه هو مكتوب على الليبل طبعا الورقه. اه اوكي انا هفرك هفركوا البومات كلها وبعد كده نشوف بقيه الحاجات هنا. اه دي صاحبه بودي جوه مؤمن فظيعه لذيذه قوي طبعا. دي فيها كميه شغل رهيب يعني. بصوا هنا دي مش حته واحده، بصوا اعمل كلوز 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 على ايدي. ايوه هنا عايز على الحته دي يا مسيو هنا. بصوا بقى دي كم قطعه، 1 2 3 4 كل واحده لوحدها. بصوا اهي مش حته واحده وخلاص، كان ممكن يستسهل طبعا. وهنا الرجلين وبعد كده هنا كل ده بارز. هنا نفس القصه كل قطعه لوحدها اللي هي الاجنحه، صح كده انا بوصل صح ولا ايه معايا؟ وطبعا الديجرادي بتاع اللون فظيع. لا الشنطه لذيذه قوي قوي. وبعدين بصوا بقى برضو ما ناس تبقى ايه مركز. انت برج ايه؟ اسد. اه اهلا بيك. بصوا عين البومه وبصوا السوس تبقى ورا فيها الايه جايين مع بعض قوي، صح كده؟ مقصود ولا كنت واخد بالك؟ كله مقصود. اوعى. طيب عندنا هنا حطها كده. لا استنى عندنا انت بقى بوم وخيل يعني في حاجات كتير عليها برضو خيل. تعالى بقى ايه نشوف الحاجات بقى اللي هي هقول عليها عمليه قوي وتنفع السفر وتنفع للستات اللي عندها بيبيهات. بالظبط يعني دي اكتر للمراه العامله او اللي هي بتروح الشغل. الجلد فيري سوفت سوفت جدا جدا، ما بيمثلش حمل عليها، وفي نفس الوقت في سبيس كبير جدا جوه بحيث انها تقدر تاخد اكبر عدد من الايتمز يعني. خليكوا على ايدي بليز لو سمحتوا.
بصوا بصوا كام لون، وطبعا في الوان منها تانية، بصوا كل الوانها تحفه، والايد لون والجسم الشنطه لون تاني، وكل الحاجات دي زي ما قلنا صناعه مصري يدوي. طيب هنروح برده حاجات كلاسيك. ده ليزار بجد؟ اه اوكي. ده جلد تعبان اللي هو الليزار، وطبعا بما ان هو بيحب يعقد الحاجات ويصعب على نفسه وعلى الحاجات والناس اللي بتشتغل معاه، فهو جايبينه حتت باتش ورك متقصقصه. بصوا يعني الشنطه دي فيها كم قطعه؟ فوق ال 50 قطعه. اه صح؟ هي بتتعمل باتشز من كل لون، وبنوفق على قد ما نقدر اكتر الوان بتليق مع بعض، بس بشكل ما يبانش ان هو مترتب قوي، يعني يبان راندم وفي نفس الوقت يكون مترتب ومتناسق. هنا الايد بتاعتها، دي الايد بتاعتها جوه اهي الشنطه عشان بتتعلق، ده الاستراب. بس اوريه بس من جوه الفينيشنج. بصوا الفينيشنج على فكره كل الشنط جلد من جوه، واخده لاير تاني، مش قماش او حاجه كده، بتبقى زي ما من بره جلد لازم تكون من جوه جلد. ريحتها حلوه. انا اصلي احب ريحه الجلد طبيعي جدا. وهنا بتتقفل اهو ماجنتيك اهو. شنطة شيك شياكة. اوكي الاثنين دول زي بعض. عندنا بقى فوق شنطة كلاسيك برضو اهي. بصوا الحلاوة، ده برضو جلد تعبان. اسمه ايه؟ ليزار اللي اسمه ايه بالعربي؟ تعبان. تعبان؟ وبعدين نخش بعد كده يا اولاد على هنا، شفنا كده الحاجات دي كلها. دول بقى ايه؟ فهمني بقى، دي معمولة ازاي؟ دي معمولة، ده طبعا كلها هاند ميد. الجلد ده دبل لاير مديلها، يعني لو مسكتها تحس انها مش جلد، تحس انها ماتيريال اقوى من الجلد بكتير. ده صحيح. بتعدي ببروسس طويلة جدا جدا علشان توصل انك انت تبقى ماسك شنطة تحسها مش جلد، وبنسميها في الصناعة واقفة كده على حيلها، وفي نفس الوقت واخدة لمعان بيعكس حلاوتها. يعني بصوا يا جماعة الشنطة حلوة ازاي وجمالها. لا لا، ودي اللي عليها مندلة اسمها، دي مندلة. المندلة دي حاليا من الحاجات اللي مطلوبة جدا، لانها في بليف انها بتدي طاقة وبتمثل الكون وسنتر للباور. ده حقيقي، سمعت القصة دي. لما قالوا لي كده جبت مفرش عندي منها، قلت يمكن تلاقي كتير قوي مندلة. طيب هنا برضو دولت، دول شتوي شوية. ده شتوي عشان الفارو. بصوا الشنطة تجنن، وانا في الاول افتكرتها خشب الحقيقة، لان هو عاملين الجلد متجزع تجزعة الخشب. الجلد واخد لون طبيعي كأنه خشب، بس هو الماتيريال بتاعته برضو هايلة جدا. نخش على حاجات مصر القديمة، واشكرك طبعا انت عامل حاجات كتيرة ليها علاقة بمصر. عندنا عين حورس، عندنا توت عنخ امون، عندنا عين حورس برضو مرة تانية، اشكال كتيرة. وعندنا هناك ملكات، عندنا كليوباترا ونفرتيتي ومش فاكر مين التالتة، وريني كده. عندنا وحلوين قوي البني والاسود. دي بقى تمشي كده وكده رجالي حريمي شويه. الباك باك اوكي، يونيسكس. يونيسكس بالظبط اهي. برضه لسه كميه جيوب غير عاديه، علشان تبقى عمليه للرحلات كده بصراحه حلوه. فتيحه تضيع منك او حاجه، وعاملها الانتيك لوك كده، تحس انها فينتج. فينتج فينتج لوك فعلا. واخر حاجه عندي هنا اهو. طب هنا بقى في الشنط دي مرسومه مش كده؟ دي دي معموله بس دي فيها برودات بفن اسمه التأبيب. تأبيب اللي هو بيتدق على الجلد من ظهره علشان ياخد شكل الورده الطبيعيه، وبعد كده بيتم تلوينه. اوكي. وهنا بقى دي اللي عليها تجنن الفراشه دي، حلوه حلاوه ولونها كمان يجنن بصراحه. وهنا بقى في فوق برضو اللون المخدر، وهنا في اللي فيها المندلة. دي مندلة برضو كولرد. بص طبعا الحاجات كلها احلى من بعض. احنا نزلنا الفيسبوك والانستجرام مش كده؟ نزلوه تاني كذا مره علشان نعمله دعايه كده، عشان هو عامل منتج مصري راقي في الحقيقه. هتعمل جاكيتات وايه كمان؟ انا واخدها ستيب باي ستيب. عايزين يعني انا هقول لك طلباتي. نبتدي بيها بكره دي ان شاء الله. احنا عايزين شنط رجالي خلاص كومينج سون، وعايزين جاكيتات
بالحاجات يعني الحاجات الفظيعه. هو لازم. وانا كنت من فتره كتبت على الفيسبوك، لان في ظل الاسعار اللي احنا شايفينها دي، ففي مره جالي اعلان فلقيت جاكيت برقم خرافي، اقل جاكيت جلد مستورح تلاقيه ب 50,000 جنيه. فانا قلت يا جماعه وعد مني ان انا هعمل جاكيت توب كواليتي باحسن نوعيه ليذر بربع او ان لم يكن العشر الثمن دوت. فده ده بروميس، ده وعد مني يعني ان شاء الله. هستنى جاكيت عينيا الاثنين عليه البومه في الظهر. خلاص شرفتني نورتني بيتر ياني، مؤسس مشروع بيتر ياني لتصميم وصناعه المنتجات الجلديه. بشكره على الحاجات الحلوه قوي اللي شفناها النهارده معاك، ودي كانت حلقه نهايه الاسبوع. اتمنى تكونوا انبسطتوا معانا في 4 شارع شريف. بكره الجمعه اجازه البرنامج، نكون معاكم على خير في نفس ميعادنا يوم السبت. شكرا لكم، باي باي.